تاني حسب الجدول. الست ايام اخرهم الليله. ما هو النهارده اليوم الزياده يا حبيبتي. هتقضيه مع مين يا جورج؟ ما انت عارفه يا لئيمه. هو ايه ده اللي هتقضيه فين؟ جرايه صفرا خضرا يا معلوله انت اللي شكل فراخ الجمعيه. طبعا هقضيه مع ام بناته. طبعا طبعا طبعا. ده ايه ده؟ انا حلاوتهم يا اخويا. اول ما اخدك انا اللي لادي. طبعا انا اللي جديده. وهي ده حقي جوجو ولا شو؟ طبعا نعم. جرايه يا راجل ناقص. هو كله طبعا طبعا طبعا. دي بتاعت انا ام بناتك. طبعا. لا يا حبيبتي، ده كان زمان وجبر. الدنيا اتغيرت. طبعا. احسن شيء نعمل توست. طبعا. توست ايه وجبنه وسبيت ايه؟ توست فيك. التوست ده لما نبقى اتنين، انما احنا تلاتة. ايوه صح. مش طبعا. خلاص يبقى احسن حاجة نعمل كله بامية. طبعا. اخيرا يا جوجو صرنا لحالنا. ايوه حبيبتي، شفتي بقى فايدة كله بامية؟ تعا حبيبي نرجع نعيش في بيروت من اول وجديد. هايدي كانت احلى ايام. بشرفك، مش تحب تعيش معي انا؟ بشرفي طبعا. هذه ايام تتعود يا حبيبتي. تعا حبيبي حدي شوي. هاوي هاوي. ايه ده انت رحت فين كده توعي من على السرير؟ اقول لك تعالي حد انا. الله كده نافع ولا كده نافع؟ ازاي تخشوا علينا اوضه النوم واحنا لابسين هدومنا؟ بتعملوا ايه هنا؟ نعم بنعمل ايه؟ جاي دفع عن طبعا بتاعتي. بقى انت يا حبيبي عايز تسافر تعيش معاها بيروت مش كده؟ طبعا. طبعا مش معقول هتسيبونا مربوطين كده. لا طبعا هنسيبكم مربوطين كده. ايوه اضرب المربوط يخاف السايب. خليك بقى شو بو والصح الدحن بو. تصبح على خير. عايز اقول لك حاجه. شو؟ شو ايه؟ مع كيدهم وحلاوتهم مش هتقدر تغمض عليك. وهلا هلا 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 ويا اخت اسمالا. على فين العزم يا ابو البنات؟ خير يا حبيبتي. اصحى لي ميعاد مهم مع المحامي بتاعي. المحامي بتاعك؟ طب يا حبيبي سلمنا على المحامي بتاعك. سلامتك يا روحي. بالسلامه يا ابو البنات. تمام يا مامي. مش فاضل غير اني امسك الكاسيت ده احطه لها في الحمام عشان هيقلها لها جو. تمام. بس بقول لك يا ماما، اوعي البت دي تطب علينا كده ولا كده. لازم تنبهيني تتصرفي تعملي اي حاجه. ما تديني المصيبه دي اضربها في راسها وخلص عليها احسن. معلش يا كبرخ عليها عليك انت المره دي. ها طيب هفتح عليها زيت فناجل كده. ماشي يا مامي عن اذنك. اتفضلي. الشوبو والصحه تحبو. لونها احمر. ايه ده؟ ده ايه؟ وده ايه؟ وده ايه؟ وايه ده؟ ها؟ وده ايه؟ وده ايه؟ ماما ايه ده؟ يا اختي تافين فين دي؟ الصين؟ جولي انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. انا مش عايزاكي تخافي ولا تقلقي. احنا البيت هنا فيه شويه عفاريت بس قليلين خالص. بس عايزه اقول لك ان هم فيري كيوت، يعني ما بيأذوش خالص. هتصحي بس تلاقي كم كدمه كده، على كم خبطه كده، على كم خربوش كده. يعني ممكن تصحي مثلا من الخضه تلاقي شعرك كله بيض فجاه. هي يعني مش عايزاكي تقلقي خالص. بي كول. اي نو اي سي اي فيتامين سي اولسو زي ما قالت لك بنتي. الله مالك يا بنت بتتنبضي ليه؟ ايه اشمعنى دلوقتي بتتنفضل شويه عفاريت؟ ده انت خدت العفريت الكبير بتاع البيت سحانفي. لا لا انا مش ممكن اعيش بعيده البيت. احسن برضه في داهيه تاخدك داهيه لا ترجعك. هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. انطلق انتشري. حلقتك يا كيداو. حبيبه قلب امك. هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. عفاريت ايه بس يا جولي؟
دي تلاقيها حركه من حركات كيدهم وحلاوتهم علشان يطفشوكي بالفيلا. معقول؟ معقول انت هيك يا جوجو مجوز ريا وسكيني؟ ريا وسكيني؟ يا ريتني اتجوزت ريا وسكيني، ده انا متجوز اتنين ريا وسكيني بالنسبه لهم فيلم كرتون. والله انا خايف ينطوا لك من السقف ويعملوا الرجل الوطواط. اهلا اهلا يا تسنيم. ازيك يا اكبر؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. معقوله انت اللي بتفتح الباب بنفسك؟ اعمل ايه بقى يا ستي، ام وداد تعبانه ونامت من بدري وصابر راح يشتري سجاير وزمانه جاي. اتفضلي اتفضلي. قولي لي بقى تشربي ايه؟ لا ميرسي ولا حاجه. لا ميرسي ايه؟ انت فاهمه ان انا ما اعرفش اعمل لك حاجه تشربيها؟ لعلمك بقى انا استاذ في الكوكتيلات وفاجئك كمان وهايل في الطبيخ. ده انت على كده بقى متعدد المواهب يا حبيبتي. اي حد عايش لوحده لازم يبقى شاطر في شغل البيت. بقولك ايه، دقيقه واحده وهعمل لك كوكتيل ما حصلش. طيب اما نشوف. تحب اجيب لك دكتور؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك ليا، انا هدخل اوضتي هبقى حلوه دلوقتي. ماشي يا حبيبي اتفضل اتفضل. ودي مالها دي؟ الظاهر مرهقه من الشغل. وحضرتك بقى عايز تجيب لها دكتور عشان بسلامتها مرهقه؟ تحب نسميه دكتور ايه؟ تخصص ارهاق؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يهدي يا سهام. حرام، انت غلبان صعبان علي، متجوز واحده مجنونه. سهام بقول لك ايه، بلاش قرف وتمسي وقولي يا مس. مساء الفل يا نونو. اهلا يا حليم اتفضل. ها اخبارك؟ الحمد لله احسن كتير. انت مش متخيل كلامك ليا ونصايحك فادوني قد ايه وريحوني قد ايه. بجد انا متشكره قوي ليك يا حليم، انت خليتني اشوف الدنيا بشكل مختلف. والله انا سعيد ان انا بسمع منك الكلام ده قوي. اهو كده اللي يبيعك بعيه واكسبي فيه كمان. اكسب فيه؟ حلو قوي اكسب فيه دي يا حليم. امال ليه تخسري طالما ما عملتيش حاجه غلط وهو اللي عامل؟ بس انت عارفه بقى هتكسبي ايه؟ ايه بقى يا حليم؟ تكسبي ان محدش يعرف يضحك عليكي بعد كده، ولما تيجي تختاري تختاري اللي بيحبك او ربنا بيحبك، ويا ريت تكون انت كمان بتحبي. ايه الكلام الكبير ده يا حليم؟ ده انت على كده بقى طلعت فيلسوف. اصل انا غاوي قرايه مجلات وجرايد، ثقافه عامه يعني. ياه ده انا كنت واخده فكره غلط عنك خالص. انا دلوقتي عرفت ليه ابتسام اختارتك واتجوزتك. عظيم، حس كده بقى ليك عندي خبر، بس انا مش عارف اذا كان هيزعلك. انا شايف انه المفروض يفرحك الحقيقه ويخليك ترمي كل اللي فات ده ورا ظهرك، وزي ما فهمتك اللي يبيعك بايه وكسبي فيه. بجد يا حليمو؟ طب ايه الخبر ده؟ طمني. هو الخبر في الجرنان ده، بس انا ما كنتش عايز اوريهولك الحقيقه يعني. بس قبل ما تشوفيه اوعديني انك ما تزعليش، لازم توعديني. اوعدك، وريني بقى الجرنان. خير يا حليمو؟ وعد الحر دين عليها ستنا. مش فاهمه قصدك. وانا مش كنت وعدتك قبل كده ان انا اخلص من موضوع نقل المحل والوصايه وافضلك؟ حصل يعني خلاص نويت تشتغل معايا عشان نخلص من الوليه السو اللي قعدنا في البيت دي؟ الا نويت
ولا ينفع اسيب طار اختي ابدا، دي حرقت قلبي عليها. وانا كمان جاهزه يا حليمه، بس انا عايزه شغل ايه؟ ما فيهوش غلطه واحده، شغل اللي هو هتشوف يا ستنا. ده انا في دماغي شويه تفانين اللي معايا هتخليها عبره وهتشفي غليلي وغليلك ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا حليمه، الوليه دي ما كفاش كل اللي عملته فيا. قال على راي المثل، اتحرق الوش والقفا والعدو لسه ما اشتفى، لكن ورحمه امي ورحمه امي ما هعتقها. سعيد ميه مسا يا اللي في القلب متاسسه. يسعد مساك يا سعيد. بقولك ايه، ما تلبسي وتحصريني على الناصيه. ليه خير؟ في ايه؟ عايزك في موضوع في اي بي. حصل ايه يا سعيد؟ خير ان شاء الله، البسي بس وحصليني. عايزني في ايه يا سعيد؟ قصر. اصل انا مش عايز اخش عشان كلام الناس ولوم العزال وشطارة الشيطان. طب يا اخويا انزل انت وانا هحصلك واجي وراك. اكبر وسيطر. ليه يكبر يا راجل؟ الراجل ده عايز مني ايه؟ بقولك ايه عليا، احنا لازم نتجوز خلاص بقى، لازم. الله يجازي شرك يا سعيد، بقى انت يا راجل مجرجرني وجايبني على ملا وشي عشان في الاخر تقولي نتجوز. الله، هو موضوع الجواز ده مش موضوع مهم ولا ايه؟ موضوع مهم وكل حاجه، بس ايه يعني اللي زاد علينا اليومين دول عشان نتجوز؟ اللي زاد ان انا اتعرفت على جماعه اصحابي معاهم قرشين كويسين، هشاركهم في مشروع وهجيب لنا قرشين كويسين قوي. هتجوزك وعيشك عيشة زي الفل ونسيطر بقى. اخصى عليك يا سعيد، بقى انا يا راجل كنت مستنية منك فلوس، ده انا كلها معاك بدقة. يا سعيد يا سعيد، جوز البت هيعايرها ويقول لها يا لأمك راحت اتجوزت. ايه اللي بتقوليه ده يا علي؟ هو اللي انت هتعمليه ده عيب ولا حرام؟ ولا عيب ولا حرام، بس انت عارف الست لما بتسيب جوزها الناس بتقول عليها ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مش احسن ما تمشي في البطال؟ بطال؟ الله يجازيك يا سعيد، اه ده اللي كان ناقصني. قلتي ايه يا قلب الفؤاد؟ سيبني افكر. الا انت لسه هتفكري؟ يا عليا العمر لحظة، اللي راح من العمر كتير، ما فاضلش خلاص. وبعدين يا سعيد الموضوع مش بسيط، الموضوع كبير قوي، انا عايز ارفع راس البت قدام جوزها وقدام الناس. هترفعها بعون الله. شفتي بقى يا اما؟ شفتي؟ اهو اول ما حطينا الاساس الزباين بدات تهل، وبعنا اول شقه والعماره هتصرف على نفسها. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. بس قولي بقى، انت برضه مش ناوي تقول لمراتك؟ بص يا اما، سناء طيبه وجدعه وكل حاجه، بس بامانه انا ماشي بمبدا اسمه داري على شمعتك تقيد وداري على فرختك لحد ما تبيض، عشان ربنا يكرمك. مش عايز مشاكل يا اما. الحمد لله، الدكتور كتب لي على مضاد حيوي وقال لي اجي كل 3 ايام عشان اغيرك. طيب يا حبيبي، طيب. انا هموت واعرف بس سعيد ده كان عايز يقتلني ليه؟ ولا جايز كان عايز يقتلك انت؟ ده انا اللي هتجنن، ده انا اللي برج من دماغي هيطير. سعيد يعمل كده؟ ده انا كنت مملاه على نفسي كلي على يا نهار. بس ايه ياما، في ايه بس؟ الشحنه. ايوه طيب، استاذ وكيل النيابه حضرتك. حاضر، جاي حالا. شحنه، اوعى بقك يتفتح بكلمه واحده. سعيد ده انت ما تعرفوش خالص، فاهم ولا لا؟ بقى انت عندك جيم وتاركني هيك اعمل تمارين الصبح بالجنينه واقع وتنكسر اجري؟ سلامه اجرك يا حبيبتي، عندك الجيم روح اعملي فيه اللي انت عايزاه، بس خلي بالك من مقالب كيداهم. ممكن تركبك على آلة بايظة تطيري تقعي تكسر إجرك. أوكي، أعطيني هلا شي 2000 دولار. 2000 دولار، 2 في 6 = 12، 2 × 4 = 12,400 جنيه. ليه يا حبيبتي؟ بدي أجيب ترينج سوت. ترينج سوت؟
فيك سوت 12,004 جنيه ده الفريق الاولمبي كله بالحكم بهنا رمزي كتير عليهم 12,000 جنيه و4 جنيه. شو صار لك يا حنفي؟ انت مستكتر علي المصاري وانا اللي انقذتك من 10 سنين حبس؟ لا لا يا حبيبتي ما قصدتي، انا قصدي اقول ان 12,000 جنيه هو 4 شوي عليكي كل يدوبك يجيبوا شراب. انا مش فاهم بس يا اما ليه ما خلتنيش اجيب سيرة سعيد؟ يا ابني يا حبيبي يا قلبي افهمني، احنا مش عايزين ندخل في سين وجيم، سيبني انا اعرف واتقص واعرف ايه الحكايه ومين اللي ورا سعيد. هتعرفي منين بس؟ ده شغلي يا شحته، شغلي يا حبيبي. دلوقتي انت تعالى اوصلك تروح تستريح، الباب لو خبط عليك ما تفتحش لما تعرف مين اللي ورا الباب، مين اللي جاي لك، فاهم؟ ومن بكره هدور لك على شقه تانية عشان تنقل فيها. يلا يا حبيبي يلا يا دنيا يلا يا حبيبي. اللي خرج كده سعيد الكلب، لا ما بدهاش بقى. مغلق ما كنتش قبض عليه؟ لو النبي يا رب استرها. في يا كيداه مالك؟ ايه اللي مالي؟ مالي؟ طب مالي وانا مالي بالاحزان وانا مالي؟ لا ما صوتش حبيبتي، قصدك رايحه جايه رايحه جايه زي ما يكون تلميذ غايب سقط في الثانويه العامه ومستني النتيجه. يا اخويا تلميذ ايه ونظره ايه؟ ده انا طالبه رحمه راس دريبري جايه لي دلوقتي. ليه حنفي مالك بتوحوح ليه؟ يلا بينا. ايه دي؟ يلا بينا في الجنينه. جنينة ايه يا راجل مراهق انت؟ هنقعد في الجنينة ونبص على القمر. حاضر، انزل انت يا حبيبي، انزل يا ابو البنات هغير هدومي وحصلك. انزل يا غدام. الباقي في حياتك يا علي. في مين يا حلاوته؟ في حبيب القلب سعيد الميت. اهو بقى ميت بجد. انتي بتقولي ايه؟ ايه؟ سعيد مات؟ سعيد مات بجد يا حلاوتهم؟ وانت هتحصليه؟ انت جننتي ولا ايه يا حلاوتهم؟ انت بتعملي ايه؟ دفعولي كام يا زباله لممت السجون؟ انطقي كلامي قبل ما اخلص عليكي، انطقي. مين دول اللي دفعولي؟ انت جيتي حبيبي؟ ايه ده؟ يا لهوي، في ايه يا شحته؟ ايه اللي حصل؟ احمد ربنا انا ما كنتش هتشوفيني، كنت هتيجي تستميني مشروعة زينو. يا اخي حرام عليك بعد الشر، فهمني ايه اللي جرى. طب اقعد بس وارتاح كده اخد نفسي واقول لك على كل حاجه. طب تعالى. انا مش قادره اصدق ان سعيد يعمل كده. وقال ليه؟ بيعمل مشروع مع اصحابه وكان عايز يتجوزني. قدروا يشتروه بالفلوس ولاد الهرمة. الله يسامحك يا سعيد، بس اخص عليك يا حلاوتهم. انت تشكي فيا يا اختي؟ ده ولا على رقبتي بعملها. قولي لي كنت اعمل ايه؟ انا برج من دماغي كان حيطير، كنت هتجنن. المهم دلوقتي قومي معايا تعالي علشان نروح نشوف الزفت ده شايل الصور والتسجيلات فين. قومي يلا معايا. يا سلام، ايه حلاوته؟ ده انا طول عمري بقول عليك ذكيه يا اختي، وانت فاكره ان هو هيسيبهم لحد دلوقتي؟ اكيد خدهم وادهولهم. يعني ايه؟ انا خلاص ما بقتش ماسكه حاجه على كيدهم؟ يعني بقيت تحت درسها؟ لا يا حلاوته، ما تقلقيش على صاحبتك عشان تعرفي مقامي كويس. يعني ايه رسيني؟ يعني الصور والحاجه معايا. ازاي؟ حاول. فاكره اليوم اللي انت جيتي امنتيني فيها الحاجه؟ ساعتها قلت لسعيد شوف لي مكان اخبي الحاجه فيه، ونزلت انا لوحدي وعملت نسخه وخبيتها عند بنتي في البيت. عفارم عليك يا عليا، ده انا لو اختي شقيقتي ما تعملهاش. انما قولي لي انت عملتي كده ليه؟ كنت شاكه في سعيد؟ سعيد؟ ده انا كنت واثقه منه مليون في المليون. بس رأي المثل، حرس ولا تخوف، واللي حسبته لقيته. حاجة كده جات لي من عند ربنا، قالت لي اعملي نسخة وخليها معاكي. بس برضو لازم نروح المكان اللي انتوا خبيتوا الورق فيه عشان نتأكد ان سعيد خد الورق من هناك. ليه تاني؟ عشان نبقى متأكدين ان كيداهم هي اللي ورا عملية قتل شحتة. يا ستي هيكون مين غيرها يعني؟ اتفضلي يا حبيبتي، حاجتك هي كامله شوفيها.
جت سليمة. دلوقتي احنا اتأكدنا ان سعيد هو اللي سرق الورقة. دلوقتي اكيد كيدهم هتزن على حنفي عشان يطلقني. مش مهم، انا المهم عندي انها تبعد عينيها عن شحت ابني. والمهم انك تفضحيها قدام الناس وتكشفيها وتعرفيها انك عرفتي كل حاجة. لا يا حلوة، مش دلوقتي، لسه ما انش الاوان. ولعلمك انا لو كشفت كل الكلام اللي معايا دلوقتي هي هتنكر كل حاجة. بس ساعتها مش قادر تقرب من ابنك عشان هتخاف تتهميها فيه. عندك حق يا علي، بس انا على بال ما اكشف لها القديم والجديد ابني لازم يبعد عن عينيها. عندك حق، لازم يبعد عن عينيها. انا قلبي مش مرتاح للي حصل لك، حاسه ان ده بقس من كيداهم. وهي كيداهم هتعرف سعيد الميت ده منين؟ بس انت عارف كيداهم كويس، لو عايزه تعرف اي حاجه في الدنيا بتعرفها. دي لها الف سكه والف طريقه. مش عارفه، انا مش مرتاحه للي حصل. مش مرتاحه ازاي يا سناء؟ قلقتيني. طمنيني، الله يخليكي. انا قصدي ان لو كيداهم كشفتك وعرفت ان انت ابن حلاوتهم يبقى كشفتني انا كمان، وعرفت موضوع الابن المزيف، يبقى كده هتتاكد ان اللي عملته عليها ده كله كان فيلم. يا نهار اسود، ايه ده؟ انا ما خدتش بالي الموضوع ده ازاي يا سناء. ربنا يستر يا شحته، دي اكيد بتفكر دلوقتي ازاي هتنتقم مني انا كمان. لا بقول لك يا بت، انت من بكره مفيش شغل، مش هتنزلي تاني عشان تعملي الكمين ولا حاجه وتقولي انك سرقتي الجيم وتخش السجن. خلاص، احنا من النهارده اللعبه بقى على المكشوف. يا نهار اسود، مين ده؟ بنت سناء. ايه؟ ما تفتحيش ولا افتحي. بصي، ما اوعي تفتحي الا لما تعرفي مين اللي بره. ايوه، ربنا يستر. مين؟ افتحي يا سناء، انا حلاوتهم ما تخافيش. مين؟ حلاوتهم هم. طمنيني طمنيني، شحت عامل ايه؟ كويس كويس يا اما. انا هنا يا اما اهو. شحت شحت حبيبي، طمني يا ابني عليك، طمني. انا اقعد استريح. الحمد لله يا اما، بس مرعوب قوي قوي. طبعا معاك حق، عشان كده انا جايه هنا اهو. انت لازم تختفي، سيب الشقه دي. نسيبها ونروح فين بس؟ نروح شقتي القديمه. ايوه يا اما، شقتي القديمة موجودة، أنا ما سبتهاش. بنت السناء كانت بتدفع إيجارها، ولو رحت هناك ما حدش هيشك أبد إن أنا قاعد فيها. خلاص، روح اقعد فيها لغاية ما أدور لك أنا على شقة كويسة في أكتوبر، لما نشوف بقى الست دي ناوية لنا على إيه. كيداهم كيداهم في إيه؟ خضتني الله يحرقك. مفيش حاجة يا حبيبتي، أصل لقيتك رايحة جاية رايحة جاية، مش معانا خالص. مالك أنت؟ مالك مالي بجيبي؟ أنت مالك رايحة ولا جاية؟ أنت عاوز مني إيه وأنت عامل زي اللزق مغيرة كده؟ إيه يا أخويا؟ فين الغندورة بتاعتك السمباتيك؟ جوجو راحت مع أخويا يشتروا ملابس رياضية. بفلوسي وفلوس بناتي؟ ما تشتريش ليه ملابس رياضية يا أخويا؟ ها؟ عشان تلعب الرياضة وتعمل الوك بتاعها، وأنا الفردة النايمة أيوة قاعدة جنب البنات، أمال إيه؟ أخرط في البصل والقوطة، أمال إيه؟ أنا ورايا حاجة غير كده؟ أوعي تقولي كده، أوعي كيداهم، أوعي. أنت الفردة النايمة، ده أنت صح يا بلد، ده أنت السمنة البلدي، ده أنت على قلبي زي العسل. عسل أسود ومنايم يا راجل، اتكسف على دمك، اياك بيخيل عليا الكلام ده. كان زمان وجابر يا ابو البنات. الو، ايوه يا متر. ازيك يا ست كيداهم؟ انا كويسه الحمد لله، وانت عامل ايه؟ انت فين؟ يعني ما بتساليش عني؟ لا 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 لا، ولا يهمك. انا بس عندي ليكي خبر مش كويس. الباقية في حياتك، في سعيد الميت النهاردة. أبدا، مات في حادثة موتوسيكل، كان بيحاول يقتل شحتة ابن حلاوتهم، ما عرفش، جه لوري صدمه. زي ما بقولك كده، بس أنا واخد على خاطر منك قوي يا مدام كيداهم. لما يبقى في موضوع كبير قوي زي ده لازم تشركيني فيه، ما تخليش واد غشيم زي ده يضيع الدنيا. عرفت منين؟ عرفت بالظبط صاحبي بتاع المباحث الجنائيه، الله يستره، ما رضاش يجيب سيرتي في التحقيق ويقول ان انا كنت بتحرى عنه، كان زمان رجلي جت في القضيه.
ماشي ست كيداهم. انا بس حبيت اقول لك علشان تبقى عارفه كل حاجه بالظبط. عينيا ست كيداهم. مع السلامه. كيداهم كوكو. ايه يا راجل انت هكاكي؟ عاوز مني ايه انت؟ عدل على الواحد، عاوز مني ايه يا اخي؟ مش عايز حاجه، بس كنت عايز اعرف مين الراجل اللي كنت بتكلميه في التليفون ده. وانت مالك، بكلم مين ولا بكلمش مين؟ يعني ايه؟ انا جوزك، من حق اعرف بتكلمي مين بالظبط؟ بكلم المحامي. ارتحت؟ لما تقولي كده حبيبتي قصدك الاستاذ سامح؟ لا، احمد عبد المقصود. ويطلع مين احمد عبد المقصود؟ لا بقى، ده انا اجيب لك رباب واحكي لك قصه حياته. بقول لك ايه، انا العفاريت دلوقتي بتتنطط في خليتي، انا مش مستحمله حاجه، سامعني ولا لا؟ اوعى يا شيخ من وشي. كده يا سعيد تعمل فيا انا كده؟ تسيبني لوحدي في الدنيا؟ ده انا ما كانش ليا غيرك، اخطى عليك. تبعني تبعني وتبيع صاحبتي عشان الفلوس؟ كنت جاي تقولي نتجوز، كنت عايز اتجوز بفلوس خياله. فاكر ان ده كان ممكن يفرحني؟ كسبت ايه؟ كسبت ايه دلوقتي؟ رحت انت وحرقت قلبي عليك، وكنت هتخسرني صاحبتي اللي ماليش غيرها. الله يسامحك، الله يسامحك يا سعيد، الله يسامحك. مالك يا بنت واقفه زي اللي مستنينا تكتب الثانويه العامه كده ليه؟ بقول لك يا بنت انت، انا مش ناقصاكي، ولا انا اصلا فاقر خفه دمك دي على الصبح. ليه مالك في ايه؟ يا بنت انت ما تفهميش، بقول لك انا مش ناقصاكي ولا فاقر خفه دمك دي. طب قولي لي، طب في ايه؟ عبد الرحمن يا كريم. ماله بودي؟ مش عارفه يا كريم، انا مخضوض عليه قوي. بعد ما كنت بغير له 4 أو 5 مرات في اليوم، بقيت بغير له كتير قوي. يا شيخه حرام عليكي، خضتيني. بقى يعني الوضع عشان بيقح شويه، خلاص عملتيها مشكله، في عنده برد. لا يا كريم، الموضوع مش موضوع برد، الولد حالته بتسيء، وبعدين الموضوع ما بيتكرر. قصدك ايه يعني؟ انا خايفه الواد يكون ورث مني السكر يا كريم، بس انا اقدر اتحمله. هو هيتحمله ازاي بس؟ يا شيخه فضل الله ولا فالك ما تقوليش الكلام ده، بعد الشر عليه. سكر ايه بس وبتاع ايه؟ ما تزعليش يا بوس، انت عارفه انا بحب عبد الرحمن قد ايه يعني. ادعي له يا كريم، ادعي له ما يتعذبش زي ما انا اتعذبت. ربنا يجيب العقاب سليم، انا بكره ان شاء الله لازم اوديه للدكتور. وبعدين معاك يا حنان يا بنتي، يا بنتي حرام عليكي اللي بتعمليه في نفسك ده. اعمل في نفسي ايه يا ماما؟ ما انا كويسه اهو. انت هتضحكي على مين بس؟ بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ ده انا امك يا حنان، انا اللي مربياكي وحافظاكي يا بنتي. اه يا ماما، اللي حصل ده مستحيل حد في الدنيا ممكن يستحمله. ليه يا بنتي؟ هو انت اول واحده جوزها طلقها وخطب واحده تانية؟ والله يا ماما مش ده اللي مزعلني خالص. عارفة لو كان خطب أي واحدة ما كانتش هتفرق معايا، الجواز والطلاق ده اسمه ونصيب، حاجة بتاعت ربنا. إنما يروح يخطب أخت سميحة عكاشة، أهو ده اللي أنا مش قادرة أصدقه. معقولة يا ماما أنا كنت مخدوعة فيه أول الدرجة دي؟ عارفة يا ماما أنا كل اللي قاهرني ومزعلني إنه باع نفسه، باع نفسه عشان مصلحته، وإني ندمانة على كل لحظة أنا عشتها مع البني آدم ده. احنا يا بنتي خلاص بقينا في زمن غريب، كل واحد بيفكر في مصلحته بس. انت فكرك ان هشام عايز يتجوز اخت سميح عشان بيحبها وميت قوي في دبادبها؟ عارفه يا ماما انه ما بيحبهاش، علشان كده انا مصدومه. انسان غريب باع نفسه عشان مصلحته. خلاص يا بنتي، اللي زي ده لازم ننساه، نشيله من دماغنا، ما نبكيش عليه لحظه، ونحمد ربنا انه كشفه لينا بدري
صح ولا لا؟ انا خلاص يا ماما، كل المعايير اللي كنت عاملاها لاختيار شريك حياتي خلاص انهارت. انا اكتشفت ان كل اللي كنت بحلم بيه غلط. عارفه يا ماما، عارفه تجربه هشام دي فتحت عيني على حاجات كتيره قوي لا يمكن كنت اتخيلها. ما هو محدش يا بنتي بيتعلم ببلاش. قالوا على راي المثل، الضربه اللي ما تقتلش تقوي. عندك حق والله يا ماما. صحيح انت ما شفتيش حليمه النهارده؟ ما شفتوش بقالي شويه كده. ليه بتسالي عليه ليه؟ انت ما تتصوريش يا ماما حليمه ده فادني قد ايه الفتره اللي فاتت. قواني وقواني وخلاني اشوف الدنيا بشكل تاني. والله وفيك الخير يا حليمه. بس انا بقى مش عايزاكي تقولي الكلام ده قدام ابتسام، لحسن البنت تفهمك غلط. يا بنتي ما حدش لا يعرف نيتك ولا جوه نفسيتك ولا ايه. خير يا دكتور؟ طمني، ايه الاخبار؟ احنا هنعمل له التحاليل دي وان شاء الله تجيبه لي تاني. طيب من الكشف المبدئي حضرتك شايف ممكن يكون عنده ايه؟ ما تسبقيش الامور وان شاء الله خير. اتفق لي يا حبيبتي، ان شاء الله خير يا دكتور. متشكرين جدا. شكرا، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ترى لسه طالع الكتاوت موجود؟ اه موجود. نقول له مين؟ قول له الرئيس حليمه. الرئيس كتاوت. يا رئيس طلعت. ايه يا واد؟ الرئيس حليمه عايزك. ماشي. اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا يا طلعت، صباح الفل. ده ايه النور ده؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله يا ريس. طمني عنك. عاش من شافك يا ريس. الله يخليك. انت فين امال؟ ادينا عايشين. بقول لك ايه، كنت عايزك في مصلحه كده. ايه هي؟ عايزك تعلمني حاجة في ميكانيكا العربية بس بعيد عن الورشة. ميكانيكا عربية وبعيد عن الورشة؟ ده شكل الموضوع شقاوة بقى يا ريس. اه.